الحلقة الخامسة، 25 في تفسير جزء عامة، والحلقة الأولى في تفسير الانشقاق. نبدأ بتفسير الربع الرابع، الانشقاق والبروج والطارق. قلنا ما أهمية سورة الانشقاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يرى الآخرة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. طب إيه الفرق بين كل سورة؟ قلناها قبل كده، راجع الحلقات السابقة. طب سورة الانشقاق بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم على ثلاث حاجات: أهوال الآخرة، فلا مهرب، السماء مفتحة والملائكة الحساب تنزل، والأرض مخرجة ما فيها. مفيش مهرب، السماء عمالة تنزل ملائكة والأرض عمالة تطلع موتى. الموضوع التاني حال الناس في الآخرة، يا إما أهل يمين واخدين كتابهم باليمين مسرورين فرحانين، يا إما أهل شمال يدعون بالموت. الموضوع الثالث حال الناس في الدنيا، ينتقلون من أصعب لأصعب، كافرهم مشغول بالتكذيب وتجاهل الدين، ومؤمنهم مشغول بالإنذار والتبشير والدعوة إلى الله. نبدأ ناخد الموضوع الأولين، أهوال يوم القيامة لا مهرب. إذا السماء انشقت، يعني لونها الأزرق زال وبقت حمرة وتشققت أبواب وبدأت ينزل منها الملائكة، تنزل الملائكة الحساب. إذا السماء انشقت يعني وفتحت السماء فكانت أبواب، وأذنت لربها وحقت. أذنت يعني استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها من الانشقاق، وحقت يعني وحق لها أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب. وإذا الأرض مدت، أي بسطت وفرشت ووسعت وجعلت مستوية، وألقت ما فيها وتخلت. الأرض بتطلع كل اللي فيها، ألقت ما في بطنها من أموات وكنوز، وتخلت يعني أصبحت خالية، مش تخلت يعني كانت بتحبهم وسابتهم، لا أصبحت خالية. طيب، وإذا الأرض وأذنت يعني استمعت لأمر ربها وأطاعت أمره، وحقت يعني وأذنت لربها وحق لا أن تطيع أمره لأنه العظيم الذي لا يمانع. طب جواب الشرط فين؟ إذا ده شرط، لما يحصل أن السماء تتفتح تبقى أبواب والملائكة تنزل والأرض تطلع اللي فيها وما فيش مهرب، إيه اللي يحصل؟ الجواب الشرط محذوف للعلم به وإيه كمان؟ وللتهويل. طب إذا تقديره لاقى الإنسان نتيجة كدحه. طب عرفنا منين أن ده جواب الشرط؟ من اللي بعد كده. طيب نبدأ الموضوع التاني، الموضوع التاني حال الناس في الآخرة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. يا أيها الإنسان إنك تعمل في الدنيا الأعمال بجهد ومشقة، خيرا أو شر. اللي بيشرب مخدرات بيتعب، واللي بيشرب ماء وأكل وشرب بالحلال بيتعب، واللي بيتاجر في المخدرات بيتعب، واللي بيتاجر في المواد الغذائية بيتعب، فكلها متعبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد حتى تلقى ربك فملاقي الكتح اللي انت تعبته دوت كده تعبين، ثم إنك ستلقى هذا الكتح ليحاسبك الله فلا تجعل كتحك إلا فيما يرضي الله، كده انت تعبين. طيب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الصحائف اللي ياخد صحيفته بيمينه فإن الله يعرض عليه الذنوب ولا يدقق عليه ولا يحاسبه، بل يسهل أمره وينقلب إلى أهله مسرورة ويرجع لأهله فرحان في الموقف وأهله في الجنة، ويقول لهم ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، اللي بقى ايده الشمال تتنى وياخد الكتاب من ورقة ظهره، فسوف يدعو ثبورا يعني يدعو على نفسه بالهلاك، فيصبح اكبر امانيه انه يموت. الثبور الموت، يقعد يروى ثبورا يعني يا رب موت، وويلا يا رب موت. ويصلى سعيرا يعني ويصلى يعني يحترق في السعير اللي هو سعير النار، فتشويه وتحرقه.
إنه كان في أهله مسرورا، كان لا يخاف الله، عاش آمنا مغرورا في معصية الله. إنه ظن أن لن يحور، إنه ظن أن لن يحور يعني لن يرجع، يحور يعني الرجوع، فعاش لشهواته. ما هو كده كده مش عايز حاسب عليه زي وقالوا غير المؤمنين. المؤمن ظن إن هو راجع. قال الله تعالى في المؤمنين: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، خايفين من الوقوف بين يدي الله تعالى. إني قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي. طيب بلى، يعني بلى سيعيده الله كما بدأه، إن ربه كان به بصيرا، والله كان بصيرا عليما بما فعل. طيب الموضوع الثالث بقى، أحوال الناس دي في الدنيا إيه؟ إزاي تعرف نفسك إنك تبع دول ولا تبع دول؟ أولا كله بينتقل من أصعب، من صعب لأصعب، الأيام كلها من صعب لأصعب. تاني حاجة، الكافر مشغول بالعلم والتكذيب، والمؤمن مشغول بالإنذار والتبشير. فلا أقسم بالشفق، يعني وقت صلاة المغرب، وقت غروب الشمس، والليل وما وسق، وقت الليل وما وسق، يعني وقت ما جمع الليل من نجم وآداب وعباد، والقمر إذا اتسق، يعني والقمر إذا تكامل نوره. يبقى ربنا أقسم بثلاث أوقات بيحبها: وقت غروب الشمس عشان ده وقت أذكار اللي ربنا بيحبها، وقت الليل ده وقت الاستغفار، وقت العباد وقيامهم بالليل وظهور قدرته في ظهور النجوم، وقت اتساق القمر اللي هو يوم 13 و14 و15 اللي هي وقت تكامل النور. طب ربنا حلب بالثلاثة دول على ايه؟ لتركبن طبقا عن طبق، ستنتقلون من شدة الى اشد منها. هذا كما تطور الحال من شفق الى ليل وما جمع وغطى بظلامه، ثم قمر يبدأ ليلا إلى اتساق نوره، أنتم أيضا أيها الناس ستمرون بأحوال مختلفة، من شدة لأشد، من صعب لأصعب، من موت إلى بعث إلى نشور، من رخاء إلى شدة الأشد. فما لهم لا يؤمنون، بدام كده كده عايشين في تعب وعايشين في شدة، طب ما يخلوا الشدة دي في العبادة. أي لما لا يصدق هؤلاء بالبعث مع أنهم قد عاينوا حجج الله الباهرة، وأنهم في جميع الأحوال تعبانين وفي كبد. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وإذا رأوا القرآن لا لما لا يسجدون تعظيما واحتراما له. بل دي معناها لا تظن أن القرآن ما قرعش قلوبهم ولا أنهم جهلة، بل الحقيقة بقى الذين كفروا يكذبون، بل هم بيعظموا القرآن وعارفين أنه حق، ولكنهم يكذبون ما عرفوا من الحق. زي ربنا ما بيقول: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، والله أعلم بما يعون. وربنا يعلم ما يعون، يعني ما يكتمون في صدورهم من التصديق. فبشرهم بعذاب أليم. ده حال بقى المؤمن. حال المؤمن مشغول بطاعة الله تعالى، زي الكافر ما مشغول بالتكذيب والتأويل وان يجيب لنفسه الأعذار. فبشرهم بعذاب أليم، فأخبرهم بما سيلاقونه بسبب تكذيبهم من العذاب المؤلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني لهم أجر لا ينقطع أبدا. طيب نبدأ بالمستوى الثاني في السورة. ما مكان نزول السورة؟ سورة مكية نزلت بعد سورة الانفطار، ترتيبها 84، عدد آياتها 25 آية، عدد كلماتها 107 كلمة، عدد حروفها 433 حرف. طيب عندنا ايه الدليل على ان فملاقيه يعني ملاقي كدحه؟ ايه الدليل على كده؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى جبريل فقال: يا معش ما شئت فانك ميت، واحبب ما شئت فانك مفارقه، واعمل ما شئت فانك ملاقيه. فده دليل على تفسير ملاقيه يعني ملاقي الكدح بتاعك.
طب ايه دليل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني العرض بس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب يوم القيامة عذب، فقلت السيدة عائشة يعني قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال ليس ذلك الحساب انما ذاك العرض، انما ذاك العرض. طيب السؤال اللي بعد كده في الآية 16، فلا أقسم بالشفق، إلا دي هل هي نافية؟ لا دي مش لا نافية، دي لا تأكيد. الأصل في المصحف إن لا أقسم يعني اللام دي لام للتأكيد. طيب الآية 21، كيف نجمع بين كتابه وراء ظهره وبشماله؟ هنقول الإيد بتتنى وراء الظهر وتستلم الكتاب. طب ما الدليل على سجود التلاوة في هذه الصورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قرأ إذا السماء انشقت فلما انصرف سجد فيها، وقال إن الرسول سجد فيها، وقال لا أزال أسجد بها حتى ألقاه. ما الرد على أثر أنه أثر لم يسجد النبي في المفصل؟ نعم لم يسجد لإثبات جواز واستحباب جواز، يعني ربنا الرسول فعلا في وقت ما سجدش في المفصل، ولكن في أوقات سجد. طب ليه ما سجدش؟ عشان يثبت الجواز. طب ليه لم نقبل تفسير ممنون يعني في منة؟ لأن الشعور بالمنة من الله ده يسعد المؤمن ولا يحزنه غير البشر. أنا مدي صدقة الواحد واشعر بالمنة يحزن، لكن المؤمن يستمتع بمنة الله عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.